أحتاج بطبيعة الحال وسنتابع بالفعل بايو. لا أجد بدا من توضيح الأمور بالفعل كي هنا هناك ضربة جزاء وبالتالي الحكم اليعقوبي يقر بقدر ما يجب عندما تكون القرارات صحيحة نعترف بطبيعة القرار وبما بقدر ما تكون خاطئة يجب أن نتحمل المسؤولية ونقول بأن هناك خطأ وهذا بالتالي هنا نتحدث عن الأمور التحكيمية. الحكم يدخل في إطار اللعبة وليس خارج اللعبة فكما قلت وأعيدها هناك لاعب يضيع ضربة جزاء هناك مهاجم يضيع محاولات حقيقية للتسجيل وبالتالي يجب أن يتقبل القرار في جميع الأحوال وهذه هي شعار الروح الرياضية فليس هو شعار فقط يجب أن نتقبل الانتصار نتقبل الهزيمة نتقبل أي نتيجة وبالتالي يجب أن نخدم على تحسين مستوانا. إذن على العموم أتمنى الرسالة أن تكون تصل يحيى جبران ويسجل الهدف الثالث نتيجة 3-1 ولكن بكل واقعية لا تعكس الأداء الكوكب لم تكن سيئة نقولها ونتحمل المسؤولية بطبيعة الحال قدمت جولة أولى مثالية وخرجت منتصرة لكن مع توالي الضغط خلال الجولة الثانية وكذلك في ظل وجود خيارات يمكن أقول بأنه بابا توندي والحسن